أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن محور سكن كريم من المحاور الأساسية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية. وأضاف أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ الوحدات السكنية، وخلال اجتماع عقده لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجه مدبولي الوزراء بعقد اجتماعا مع الجمعيات الأهلية للتنسيق معهم بهذا الشأن، كما كلف بسرعة تحديد المواصفات التي سيتم توحيدها عند تطوير الوحدات. وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي بهدف دراسة قدرات الجمعيات الأهلية ومدى إمكانية قيامها بمهمة تطوير الوحدات التي تم حصرها ضمن سكن كريم. تواصلت فعاليات اليوم الثاني للقافلة الطبية التابعة لمديرية الصحة في أسوان بقرية الشطبة التابعة لمركز دراو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لنحو 1025 مواطن، وشملت القافلة 10 تخصصات مختلفة، كما تم تحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان لعمل أشعة الرنين المغناطيسي وأيضا لإجراء عدد من العمليات الجراحية. أعرب المواطنون عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن القوافل الطبية وفرت عليهم عناء التنقل لعيادات الأطباء وكلفة الأدوية. لو محتاج حاجة من الخدمات دي سواء علاج أو تحليل أو أشعة بنعملها عندنا في القافلة بالمجان، لو محتاج تدخل أعلى من كده زي ما بنقول تدخل سنوي، محتاج أشعة رنين مغناطيسي، أشعة مقطعية، محتاج منظار، محتاج تدخل جراحي، محتاج علاج أمراض مزمنة، بنحوله لأقرب مستشفى تابع لمديرية الشؤون الصحية محافظة أسوان وبنتابع له بقية الإجراءات في المستشفى وبيتم استصدار قرار علاج على نفقة الدولة عشان يصرف العلاج الشهري بتاع الأمراض المزمنة بالمجان أو نقوم بالتدخل الجراحي المناسب ليه. نظمت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر قافلة طبية بوحدة صحة أسرة أم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 137 مواطنا بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 29 فحصا معمليا وإجراء 16 أشعة وسونار، كما تم إجراء 14 كشفا مبكرا عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.